مخترعين يا حبيب قلبي، قالوا في مخترعين عندكم. نعم، جزاهم الله خير، المعرض ما قصروا وكذلك القيادات العليا بدعم الابداع والمبدعين. عطني اخترع واحد، اخترعوا واحد سعودي. شلون هذا اللي قدامك طال عمرك؟ وشو؟ طائرة بدون طيار، تصميم، صناعة، تنفيذ، أنا وزميلي خالد في معهد طيران القوات البرية بالقصيم. ما شاء الله. وشرفنا إن شاء الله. إن شاء الله. وش فيك؟ وش الفكر اللي اختلفتوا عن العالم؟ موجودة الطائرة بدون طيار على مستوى العالم من زمان. أول شيء سعودية. أيوة. تصميم وصناعة بالكامل وكمبازيت ماتيريال، استخدمنا الماتيريال لا هي ألومنيوم ولا هي أي مواد، مواد موجودة عندنا كمبازيت ماتيريال خفيفة تقدر ترفع الطيارة أكثر. وتعطيني اندورنس ورينج للطائرة أفضل وأكثر. طبعا أنا أتكلم عن تصميم، يعني أنا أملك التصميم، ما أحد جاب لنا التصميم، احنا صممناها بأحدث التصاميم اللي موجودة عندنا كطائرة. هذه مثلا في الفيديو كعصف ذهني للطائرة، بالإضافة إلى أنه التصاميم واضحة فيها. ومن ثم وهذا مرحلة التصنيع الآن، وكاربون فايبر جلاس وهذا التركيب. طبعا الطائرة هذه تتميز بأنها على حجمها تكتيكي، هذه فيها فكرة ما هي موجودة الآن، وهي أنها بإمكان الطائرة هذه تقلع عموديا ومن ثم تحويلها هوريزنتال فلاينج، تم برمجتها عن طريق زميلي خالد وصناعتها أنا وزميلي خالد. زميلك شو اسمه؟ خالد إيش؟ خالد بدر الشائع. خالد رائد طيار. ما شاء الله، الله يعطيكم العافية. الله يوفقنا وشرفتنا والله، ونشكر صراحة المنسقين الإعلاميين في المنطقة.